وينه لهلا؟ وينه؟ والله لو اجى ابوه هلا وشافه من البيت لطرق الدنيا على راسي وراس سالك، مع اني نبهتها شو بعمل؟ يعني شوف وينك؟ اجى ابي بشغله ما اجى، بس لو اجى كان طلبه الدنيا على راسي. قولي لي شو صاير معك؟ خليني بس اشرح ملايتي مشان ما يجي ويشوفني لابسته بعدين بحكي لي. روحي يلا خلصيني، روحي. شو هالجيل هاد يا؟ يلا ما تواخذني تقبرني، تكي بكون الغدا جاهز. خير اخي؟ شايفتك مو على بعضك، شبك؟ الشبنين يعني مبين عليك انك كثير مهموم وكانك شايل حمل الدنيا كلها على كتافك. خير ان شاء الله؟ الشغل بالبوايكيه ما عم يزبط. يه يه، شلون ما عم يزبط؟ وانا اللي بعرفه انه انت بمصلحتك بتفهم اكثر من 20 رجال. لك في شيء بهالبوايكيه ما عم يزبط؟ لك البيع فيها منيح وكل مالها عم تخسر. لك الدفاتر والحسابات مزبوطه. كيف يعني؟ كيف يعني عم تخسر اذا كلياته مزبوط؟ لك مو هذا اللي عم يجنني. يا طول بالك اخي، طول بالك الا ما تلاقي شو العله. صحتك بالدنيا لك اخي، طول بالك. هدي وروق، هدي وروق تقبرني. تفضل تقبرني. اخي عم قول لحالي هيك بدي احكي معك بموضوع يعني، بس ما بدي اياك يعني لا تتضايق ولا تعصب. تفضل. الله يسلمك ديات. بخصوص شو؟ بخصوص بنتك لطفية. عملت شي كاينة؟ احكي لي اختي، احكي لي. لا ايوه، شو هالحكي يا اخي؟ لطفية زينة البنات، ما حدا بيجيب معدلها بهالقد. بنت مرباية وكل العالم بتحكي باخلاقها. إلا كان اعطيني من الاخير. أنا عم أقول لحالي يعني بركدان بركدان، من بعد إذنك، من بعد إذنك تسمح لها تروح لعند الحجة امرأة؟ شو رأيك؟ وشو بدها تعمل عند الحجة امرأة؟ يعني شو بدها تكون تعمل عند الحجة امرأة؟ بتتعلم القراية والكتيبة لك أخي. ولك أنت صاير لعقلك شي؟ ليش أخي لا سمح الله، شو حكيت غلط؟ يعني أنا عم أقول إنه بنتك تتعلم القراية والكتيبة مثلها مثل كل هالبنات يعني. يعني بدك إياها تفوت وتطلع على كيفها؟ والناس تحكي علينا شروي غروي؟ ليش يا ابي ليش؟ ليش لحتى يحكوا علينا؟ انا رح اتعلم وبس، ما رح اسوي شيء غلط. لك اخرسي وليك؟ طول بالك. انا ما عندي بنات تفوت وتطلع على كيفها. طول بالك، طول بالك، تقبرني. ما انا محرز القصه يعني، هي وين بتروح وتطلع؟ هي رايحه هالساعتين لعند بيت الحجه، بتقرا هالدرس بساعتين وبترجع لك لهون على البيت، من بيتها لبيتها. لك تطلع روحك وروحها. البنت من بيت ابوها لبيت جوزها، وسيرة لما تفتحوا لي يا ابنوب. لك ليكني انا لا بعرف اقرا ولا اكتب واموري ماشيه. ايه بس انا بدي اتعلم. ولك اتعلم العصي على جنابك، يلعن ابوي اللي رباك كلب. طول بالك اخي، طول بالك، مو محرزه والله مو محرزه. فوتي حبيبتي، فوتي تقبري على غرفتك، فوتي انا بقول لك بعدين، فوتي فوتي. تقبرني تقبرني لينهز بدنك، ما بصير الا اللي بدك اياه. حبيب قلبي اشرب شاي، فوتي. تتعلم القرايه؟ ما رح تتعلم، خلص خلص مثل ما بدك. شاب شاي، صحتك حبيبي، صحتك، الله يخلي لنا اياك. نعمة وصلت لهون معكم؟ طول بالك، طول بالك. مثل ما فهمتي موضوع الحجه امرأة بتنسوه من اساسه، وبتفهمي الحكي للطفيه، فهمتي؟ حاضر تقبلني، حاضر، لا يكلك فكره ابدا. الله معك، الله معك. يلا بدك شيء؟ الله يوفقك مشان الله. لك ما شفتي ابوك شو حكى هلا؟ والله بقيم الدنيا على راسي. لا تمنعيني، الله يخليكي لا تمنعيني، بدي روح. لطفيه الله يوفقك. لك طيب عمتي، انت شايفتيني عم بعمل شيء غلط؟ القرايه والكتيبه واني اتعلم غلط شيء؟ لا مو غلط حبيبتي، بس معناتها تقبلي قلبي. خليني روح، بوعدك اني ارجع قبل ما يرجع من شغله. خلاص روحي روحي قبل ما تتاخري. الله يوفقك. والله العظيم ما رح اتاخر. وقت وقت يلا ما تاخري. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنا ما عم بعرف ليش هالبايكة عم تخسر يا خلدون، مع أنه الشغل ماشي وما عم تهدي طلبات. والله معك حق يا عمي أبو رامز، ولا أنا ولا أنا بعرف ليش عم تخسر. السلام عليكم. أهلين أبو حكمك. شو صار معك؟ راجعت لي الحسابات؟ أخيرا أعطيك إياها من الأخير.
راجعنا لها كل الحسابات اللي موجوده بهالسجل، شفنا لها وشو بايع وشو شاري. ايه وشو طلع معاه؟ يا اخي كل حساباتك على الاول ما في غلط، بس في يعني في نقطه ضايعه، بس شو هي ما كنت عارف. الله اكبر، طالما عم تقول الحسابات مزبوطه والشغل ماشي تمام، لك هالبايكه ليش عم تخسر؟ لك يا جماعه انا ما ضل معي متليك والبايكه عم تفضى. والله ما بعرف شو بدي لك يا براميز، يعني بصراحه اذا بتم شغل هيك بدك تعتبر البواكية سكرت من هول لشهر. عم على المصيبة. روي عمي ابراميس، روي ولا تاكل هم. عندي انا. وشلون يعني؟ يعني انا بعطيك مصاري وبترجع بتنزل البضاعة على البواكية وبترجع بتشتغل من اول وجديد، واي شيء بيلزمك انا جاهز. والنعم منك يا خلدون، والنعم منك والله. على راسي وحكمات، بس من بعد اذنك يعني عندي هيك شرط صغير. شو هو؟ تجوزني بنتك على سنة الله ورسوله. صار. وانا كرمتي اللي بدها تمشي بالبيت؟ بدك تتجوزي خلدون؟ يعني بدك تتجوزي وليه؟ يا بي ما لقيت الا خلدون تجوزني اياه، سمعته عاطله بالحاره. ولك يا خاصي وليه؟ ولك انا ما عندي بنات تمشي كلمتي علي، انا بعرف مصلحتك اكثر منك. وانا ما بدي اتجوز. ولك بالنهايه انت رح تصيري ببيت جوزك وتقومي على خدامته مثلك مثل غيرك. بس مو لواحد مثل هاد. ولك هذا كانت سمعته عاطله، بس الله تاب عليه. يا بي بوس ايدك، اقتلني اذبحني بس لا تجوزني لخلدون. اخي الله يخليك، لطفيه معها حق، لطفيه معها حق. يعني انت بدك واحد تجوزه لبنتك ترفع راسك فيه، مو مثل هذا العينتين خلدون يلي سمعت العاطله سابته. لك عناية، انت لا تتدخلي. لا بدي اتدخل هالمره، بدي اتدخل. اخي ما بصير جوازه ظلم هاي لبنتك. ايش كانت الدنيا مضيقة عليك، أحوالك أمورك تعبانة، هذا الله بيفرجها عليك، بس مو على حساب بنتك وجوازة بنتك، هذا ظلم. بس لتكون رجال ولك كلمة على بنتك وبقى منحكي أنا وياك. كبيرة كتير خلدون. لا مو كبيرة، أنا سمعت كل شي صار، وإنت بدك يعني يتجوز بنتك بتعمل المستحيل حتى أخدها، ولا نسيت خلدون شو رح يعمل معك؟ رح يرجع يوقفك من أول وجديد على رجليك. إنت بتعرف خلدون لما بيحكي يفعل خاطرك. لك الله لا يوفقكم. هيك لكان يا لطفية عم ترفضي تتجوزيني؟ والله لخليكي انت وابوكي تبوسوا الصرامي لا ارضى اتجوزك، ولخلي ابوكي يصفى على الحديدة. بسيطة، انا بورجيكي. تكسر كلمتي؟ أنا بفرجيها بس ترجع. أنا بفرجيها. طول بالك أخي، الله يوفقك. بس ترجع بتشوف. طول بالك صبرني، ما بصير إلا الخير إن شاء الله. بس ترجع. وينها لهلا؟ هلا لك وينها؟ ولك وليه؟ ولك يا كلبي، بدك تمطي راسي عند الخرايق. ولك بعد عني أنت اللي عم تكبري لها براسها. ولك وأنت كمان. ولك اسمعي يا كلبي. ولك بكره رح يكون كتب كتابك على خلدون ورجلك فوق راسك. ولك فهمتي؟ لك يخرب بيتك، يخرب بيتكم. ايه عمي ابراميس، انا اجيت ساعدك مثل ما وعدتك، شنو ما حلوه انت تضل هيك قدام الخلايا كلياتها. كتر خيرك،
المعروف ما راح انسى لك اياه بحياتي. خير الله عمي، خير الله. بس من بعد اذنك، في هالورقتين بدك تبصم لي عليهم. شو هدول؟ هدول سند امانه، بتعرف الدنيا فيها حياه وفيها موت. سند امانه بالمبلغ اللي بدي اعطيك اياه. بس يعني عدم المؤاخذه، يعني لازمهم شهود مشان نعرف شو مكتوب فيهم. ايه لكان، معك حق عمي، معك حق. طيب ما في حدا من العيال بيعرف يقرا او يكتب؟ لا لا، اعوذ بالله. ايوه، معناتها مالي غير اني روح جيب ابو حكمات، بيجي بيكون شاهد على الشيء اللي بدنا نعمله، ومنه كمان بيكون شاهد على كتابي، على بنتك، على سنة الله ورسوله. ايه؟ على بركة الله. لا إله إلا الله. يا رب. يا الله يا الله. يا الله. يا الله. ما بطول يا عمي. يا الله معك. تعالوا بيبي تعالوا. يلا روحي لمي هالفناجين. يلا. شو هاد؟ ليش هدول بعيدين؟ يا بي شو هاد؟ هاي ديني. ديني؟ وشو هالديني اللي بتخليك تبيع بيتك والبواكية؟ شو هالحكي؟ ليش شو مكتوب فيها؟ مكتوب انه انت عم تتنازل لخلدون عن البيت والبواكية. وانت شو عرفت؟ يا بي، لكن انا ليش كنت روح لعند الحجة ام رائف؟ مشان اعرف اقرا واكتب يا بي. لك تقبري قلبي يا مسقفة، تقبري قلبي، شفت اخي؟ شفت لما مبر لساني وانا اقول لك اتركها تروح لعند الحجه تتعلم القرايه والكتيبه. يا لطيف، لك الكلب كان بده ينصب علي. لك انا تفرجي للكلب، انا تفرجي. شقيه شقيه. يا الله لا يوفقه. شفت؟ تقبري قلبي انت، تقبري قلبي. أبني جمالك للسقفه، أبني جمالك للسقفه. يلا هات، يلا لا يوفقه ان شاء الله. أنت شو قصتك يا كامل؟ هقول ما عاد عجبه منظري. نسيت الحب اللي كان بيناتنا، نسيت شلون كان يطير عقلك وقت تشوفني وتتغزل بجمالي. ما عاد مشيت على بيتك، ما عم شوفك إلا بسواد الليل. لك أنا روحت شبابي لبيت هالبيت وربيت هالولاد، درت بالي عليك وحبيتك. كل هذا كبيته، كل هذا ما عاد يعني لك شيء. ليش يا كامل؟ ليش يا حبيبي؟ هيك بهون عليك، بتهون عليك الايام الحلوه. يا ماما عم تبكي. لا يا مو، شحك بكياني. خلص
عم اقول لك مع بنتي. يا ماما ابي زعجك بشي؟ لا معقول ابوك يزعجني؟ لك ابوك ما في منه بالدنيا. يعني بدي اسالك يعني انا مبين علي الكبر، يعني انا صرت بشعاشي. ايوه يا مو، لك انت زينه الصبايا كلها واحلى حرمه بالدنيا كلها، لك انت بتقولي للقمر قوم زيح لاقعد مطرحها. لك دخيل حكياتك شو حلوين يا هني. بس يا مو انت كمان صوصي بحالك شوي. يا مو شو رأيك نروح نشرب قهوة بأرض الديار؟ يلا قومي تقبريني قومي. يلا بدي منك يا أبو رمزي يكون شغلك تمام التمام، لأنه أبو عزو الله يرحمه كان مريحني كتير ومريح لي بالي. ولا يهمك يا بيك، إن شاء الله بكون على حسن ظنك. حط إيديك وإجريك بمي باردي. إن شاء الله إن شاء الله. يا كامل بيك أبو رمزي أبضاي وبيعجبك، وإيش كان بدر منه أي شيء على مسؤوليتي عمي. خير إن شاء الله. معناتها بكرة الصبح بإذن واحد أحد تجي وتستلم الشغل. ليش من بكرة الصبح يا بي؟ من هالتكة؟ إيه شو علي؟ يا عادل أمرك يا بي. خذ أبو رمزي وعمل له هيك فتلة من بايكة وعمل جرد للبضاعة وسلمه إياها. أمرك يا بي. يلا يا شرف عمي أبو رمزي. بالإذن يا جماعة كتر خيرك يا بي. موفق إن شاء الله موفق. شو تشرب يا باردو؟ والله ما منريد إلا سلامتك يا بيك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. مسيك يا باردو مسيك. خلي يا بيك والله. صلي على النبي. مسيك الله يرضى عليك. كتر خيرك كتر خيرك. الله يعوض عليك كل قرش بعشرة يا بيك. الله يسلمك يا رب. تأمرني شيء؟ سلامة روحك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. مع السلامة. الحمد لله رب العالمين. الشرع حللنا أربع نسوان وأنت ما شاء الله الله منعم عليك ومعك. يعني معقول بعد العمر هاد اتجوز على فطينة؟ إليكني أنا آخذ ثلاث نسوان وكل يوم بنام عند وحدة، ويوم ما تعجبني ما بنام عندها. لك نحن رجال الله خلقنا مو للشغل للبسط كمان، لازم ندلل حالنا. روح لإلك وحدة فرفورة، النسوان بيكبروا دغري، لإلك وحدة فرفورة هيك تتجوزها وتنغنشك بآخر عمرك. شبه لك بيشو صفنا الجواز لا عيب ولا حرام. والله ما عم صدق. معقولة أنت تستلم البوايكية عند البيت؟ لا والله ما بصدق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وليش حتى ما استلمها؟ ليش بس تقلي فيني يا سميرة؟ جوزي خرج هيك شغلة وأكثر من هيك شغلة كمان، بس الحظ بكل حياتي ما كان محالفني. قلت لي لا ما نخرج سيدي، مشان هيك أنا مفلوجة ومتفاجئة. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سميرة لا تنزعي مرائي، تركيني مبسوط وفرحان اني صرت معلم عند كامل بيك باخر عمري. خليني افرح لي الكم يوم وان شاء الله حياتنا كلها رح تتحسن باذن الله. يا مو شبكي، الرزق من عند الله ونعمه بالله. ان شاء الله ان شاء الله بنقول ان شاء الله. اشرب اشرب تقبلني. الله يسامحك يا سميره. الله يسامحك. اشرب 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 بدل ما تفرحي لي. فرحانه والله فرحانه. فرحانين يا بي فرحانين. فرحانة ان شاء الله. الله بيطول بعمرك يا رب. الله يخليك. اشرب اشرب. لك شو هالشغل هذا اللي عم تشتغله؟ شو هالمسخره هي؟ شو هذا؟ شو هذا اللي عم تعمله انت؟ فهمني، عامل لي حالك معلم؟ ايه والله اجير كثير عليك. الله يسامحك يا بيك. والله انا بدخلني الزبون بده هيك الطلبيه وانا سويت مثل ما بده. نحن مو هيك بنشتغل لك عمي، نحن كل شغلنا مرتب. بدك تنزع سمعتنا انت؟ لك الله يرحمك يا ابو العز. خلص يا بيك مثل ما بدك بصير، بعدك اللي صار ما عاد يتكرر. خلاص روح من خلتي روح. أمرك أمرك يا أخي أمرك. إن شاء الله لا تبخل. شو قال يا قال معلم؟ قال آه.
رمزية؟ 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 شبكي يا مو؟ يما شبكي؟ بسم الله عليكي؟ ما بعرف يما شبكي يا مو؟ مرداني شو عم يجعك؟ مرداني 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 حرارتك مرتفعة يا مو؟ يمي رمزية؟ رمزية؟ يا مو تغطي تغطي رح حدك بلايتي وروح نادي لأبي إيه؟ إيه؟ خليكي متغطاية أنت يا مو بسم الله عليكي الله يخليكي ما تأخري يا ربي يا أبي يا أبي يا أبي دخيلك يا أبي الحاني لك يا أبي شو جابك لهون؟ شو فيه؟ أمي يا أبي أمي كثير تعبانة ومريضة وحرارتها مرتفعة ما عم تنزل لا حول ولا قوة إلا بالله استني أحكي مع البنت يلا يا بيك الله يوفقك حرمتي كثير تعبانة بدي روح شوف شو بده إيه إيه روح روح عم رمزي روح روح الله يعافيه يا رب روح يلا خاطرك يلا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله والله ابن عمي أبو فخري معه حق شو لك يا إنه لازم طق أجوازي تاني والله ما في غير بنت أبو رمزي إيه إيه هي اللي حتغير لي حياتي دكا هي مسيك أبو رمزي مسيك شو هاد يا بيك مسيك. ما بدي منك شيء الله الله يخليك خليك جمرتك حتى تقوم بالسلامة الله يخليني اياك مسيك بصراحة أنا غلطت بحقك كتير طلع شغلك كله مزبوط مالك مخربط بشيء من حقها يا بيك ايه من حقها شو شفت شلون انك استعجلت وعدم المؤاخذة غلط بحقي يعني أنا والله خرج هالشغلة وخرج الشغلة أكبر منها كمان بس أنت اعتمد علي مزبوط مزبوط الله يقوي طلعت ما بدك تشربنا شيء من عيوني التنتين رح شربك دود شامي بيطير ضبانات العين يلا يا رب أبو رمزي يا أبو رمزي أمرك يا بيك مور يا بيك عود عاوزك عود 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 أمرني يا بيك أنا حاضر تحت أمرك على طول أول شي طمني شلون حرمتك؟ شاء الله تحسنت؟ ألف الحمد لله، عين الله عليها تحسنت الحمد لله. إيه الحمد لله رب العالمين. أمانة يا أبو رمزي، إذا لازمك شيء قل لي، عاوز شيء؟ والله بدي سلامتك يا بيك، خيرك سابي والله. فضلك يعني لحم كتافنا صار من خيرك هلا والله. الله يخليك. في شيء يا بيك والله قلقتني. أخي من الأخير. أنا طالب إيدي المحروسة بنتك على سنة الله ورسوله. ما شو ولد؟ ايها 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 اي والله عيشة العز احلى احلى من عيشة الفقر والتعتير يا سلام هلا صار اسمي خانو عن حقه حقيقي هلا هو صح ختيار اسمع عليه ما بيأثر المهم العز والمصاري ولك ان شاء الله بيقبلني الجمال والدلال والحلاوه كلها انا بعيد الشر عنك عدي 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 دخيلك انا ابن عمي لك عم تطلع من تمك مثل العسل لك ان شاء الله بيقبلني هالوش الحلو هاد دخيلك انا خجلتني ابن عمي شو حتساوي؟ عم صب لك قهوه هي من تحت ايدي انو قهوه هي دخيلك هلا وقت القهوه وقت القهوه هلا ما عليك لا حين عليها لا حين ما علي مشان تصحصي يسلموا الايدين وتروق
شو حلوة. روح يا ابن عمي، ربي يرزقك ويخلي لي اياك وما يحرمني منك. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. لبسني اياها تقبرني. ايه ايه على راسي وعيني، لك الحلا كله بالبقلي. بخير روحك. انا شو حلوة. شو هتساوي؟ بدي اشرب قهوة. لك هلا بلا القهوة، لاحين على القهوة. لك تعي والله مشتاق لك كثير. تعي لك تعي مشتاق لك كثير. خليني اشرب القهوة مشان فوت انا وياك لجوا وكون مصحصحة. أمري والله نشرب القهوة. حلوة؟ ايه شو بدك احلى؟ ايدك الحلوة مو السوارة. شكريتك تسلم. سامحك يا ابن عمي، تجوزت علي وحده صغيره قد بنتك وما حكيت شيء. قلت حقك وبلعتها، بس انه هالفصحونه تنسيك عشره العمر يلي بيناتنا وتنسيك ولادك. انت من قبل ما تتجوز غصب لنشوفك، بس هلا ما عاد شفناك بالمره. الله يسامحك. ياما هيك رح تضلك زعلانة واختي على خاطري؟ صدقيني رح يندم ورح يرجع لهون لعند منك على بيته الأساسي وولاده. لا تحكي هيك على أبوك. أبوك رجال من حقه يتجوز. ولك أنت شو عم تحكي؟ مثل ما عم أقول لك، النار أكلت الأخضر واليابس. يا لطيف الله يدفع البلاء. امشي قدامي لأشوف. امشي يا لطيف. بعدين ابن عمي بعد ما احترقت البوايكية شو بده يعمل؟ صهرنا كامل بيك. كامل بيك؟ ليش ضل في بيك؟ الزلمة فلس، خسر ما فوقه وتحته، صار غرقان غرقان بالدين من ساسه لراسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك حتى حق البضاعة اللي احترقت للتجار ما في معه، يعني يمكن يبيع بيت رمزية وما فوقه وتحته لحتى يحسن يوفي الديون اللي عليه. قولي على قامتي عليكي يا رمزية، قولي على قامتي. يا الله يا الله شو الحظ. والله محروق قلبي عليها، يعني هلا شو بده يصير فيها الله اعلم. هلا اذا انباع البيت وين بدها تروح المخلوقه؟ بدها تجي لعنا. لا تقولها؟ ايه والله. يبعث لي حمى عليها. شو هالحظ مشحرات؟ شو هالتعتير يا رب؟ ليش هيك حظها البنت؟ قولي على قامتي، قولي على قامتي. الا لحالنا والله على رح تتحسن. لك اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشبه الدنيا. يا حسرتي عليك يا بنتي. يا الله يا حسرتي، ما لحقتي تفرحي. يا ربي دخيلك. لك شو بدي اعمل؟ لك شو بدي اعمل؟ لك راح كل شيء، راح كل شيء. اسمعي يا بنت الحلال، انا مضطر بيع هالبيت هاد وبيع ذهباتك. نعم نعم نعم. شو تفضلت كامل بيك؟ لا والنبي ما حذرت، هذا البيت بيتي وهدول الذهبات ذهباتي. بس انا بيعازي يا بنت الحلال. روح دبر حالك ولا تقرب ناحي بنوب. لك اذا ما دفعت راح انحبس. ايه ما عليه تقبرني، الحبس للرجال. واسمع، حجه البيت باسمي والذهبات ذهباتي، وهلا انا رايحه على بيت اهلي وبدي ارجع ما الاقيك هون. حلو والله، حلو كثير. رضينا بختيار مكحكح وبده ياني اطلع من المولد بلا حموص. لا تتأخر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا عمو شو هدول؟
هدول ذهباتي وذهباتي، وهدول ورق المالكانات تبعي كلها، وهدول كل المصاري اللي بنملكهم بدي اعطيهم لابوك. بعد كل شيء عملوا فينا؟ أبوكي هو أبو ولادي وصاحب بيتي وهو عشرة عمري. أنا ما راح أتركه للزمن وخلي الناس تشمت فيه. بدي أعطيه كل شيء بملكه مشان يرجع يوقف على رجليه ويبدأ من جديد.